بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو ان شاء الله بدنا نتحدث عن موضوع الاكيوت لانج انجري واللي هي تعتبر من الريستريكتيف ديزيز. هلا لما نحكي اكيوت لانج انجري معناها احنا في عنا انجري عم تتعرض لها اللانج وبالتالي صار في مشكله بالانسبيريشن او الاكسبيريشن. هلا لما يكون في عنا مشكله باللانج باعتبار اللانج هي المسؤوله عن الانسبيريشن يعني حناخد اكسجين ومن خلالها فيها الفيلاي حتعمل غاز اكسشينج مع الكابيلاريز انه تعطي الكابيلاريز او2 وتاخذ من الكابيلاريز السي او2 وبعدين تعمل له اكسبيريشن. فاي بروبلم ان ذا لانج حياثر اول شيء يصير في عنا اكيوت ديسبينيا صعوبه في التنفس هايبوكسيميا لانه كمية الأكسجين اللي عم ناخدها رح تكون أقل وبالتالي الأكسجين اللي عم بيكون ينتقل في الدم حصير كميته أقل. الحالة الثالثة والرابعة مرتبطين مع بعض إنه هلأ راديولوجيكال بايلاترال بالمونري انفلتريتس كوز باي دمج تو ذا ألفيولار كابيلر ممبرين. هلأ الألفيولاي والكابيلري في بيناتهم ممبرين لما يصير في عنا دمج لهذا الممبرين حيزيد بالكابيلري بيرمابيليتي وبالتالي حيصير في عنا فلويد او اي فلويد سواء عم تنتقل من البلد للالفيولاي يعني في اللانج وبالتالي يصير في عنا اديما. فبنلاحظ انه هذا السبب من الاديما كان المشكله من اللانج نفسها وما كان سببه نان كارديوجينيك مش من الهارت اند ابسنس اوف كلينيكال ايفيدنس اوف برايمري ليفت سايد هارت فيلر. يعني هاي الاديما ما كانت بسبب لا الهارت ولا الهارت فيلر اوف ذا ليفت سايد. هلا هاي الانجري ممكن تكون اكيوت ممكن تكون كرونيك. هلا بالنسبه للاكيوت بتتطور وبصير الوضع اسوا وبتتحول الى اكيوت ريسبيراتوري دايستريس سيندروم. هلا بنشوف شو هي الاكيوت ده الاي ار دي اس. هلا هاد السيندروم اللي هي اكيوت ريسبيراتوري دايستريس سيندروم تعتبر من الريستريكتيف لانج ديزيز. قلنا ريستريكتيف معناها المشكله في اللانج انه اللانج از ان ايبل تو اكسباند فيها مشكله هي ما بتقدر تعمل اكسبانشن وبالتالي كميه الاير اللي عم ناخذها في الانسبيريشن اقل لانه كميه الاكسجين عم ناخذها اكيد حيصير في عنا هايبوكسيميا اند اذر. هلا it is a clinical syndrome caused by diffuse alveolar capillary and epithelial damage. هلا احنا عندنا الالفيولاي حيكون الالفيولاي والكابيلاري في بيناتهم ممبرين. هلا اذا كان في عندنا دمج في هذا الممبرين او اي دمج بالالفيولار او الالفيولار كابيلاري او الابيثيليال صار فيهم دمج معناها السيلز اللي كانت مسؤوله عن الاكسبيريشن والانسبيريشن صار فيها ديث او دمج معناها السيلز اللي عدد السيلز او الالفيولاي اللي مسؤوله عن التنفس صار قليل وبالتالي شو اللي حيصير في عند هذا الشخص هايبوكسيا. معناها هذا الشخص حيصير في عنده رابيد ريسبيراتوري انسفيشنسي عندهم مشكله بالتنفس وحتى يعوض كميه الاكسجين اللي ناقصه في جسمه حيصير يعمل تنفس سريع لانه اصلا في كل مره عم ياخذ كميه قليله. نقص الاكسجين في الجسم دائما بيخلي الشخص في عنده بلوش كلر ساينوسيس اند سيفير هايبوكسيميا. سيفير هايبوكسيميا عم بينقص كميه الاكسجين. طب نقص الاكسجين حيعمل مالتي سيستم اورجان فيلر في كتير اورجانز بالجسم بتعتمد على الاكسجين. فاذا كان في عندنا نقص اكسجين لدرجه محدده وتجاوز هاي الدرجه بصير الاورجانز تتاثر وتقل الفانكشن الخاصه فيها. هلا الاي ار دي اس ان ذا لانج بنسميها ديفيوز الفيولر دامج. هو مش عم بيكون بالفيولاي وحده لا هو عامل ديفيوجن نوت لوكالايزد. هلا الاسباب اللي بتعمل لانج انجري في عندنا دايركت واندايركت وفي كومن وانكومن ما فيهم شيء بس مجرد حفظ لازم نحفظ شو الكومن كوز والانكومن اوف ذا دايركت اند اندايركت انجري. هلا شو اللي بصير عندنا في الاكيوت ريسبيراتوري دايستريس سيندروم. قلنا في عندنا الالفيولاي والكابيلر في بيناتهم ممبرين هذا الممبرين بيفصل بين الاندوثيليال سيل من الكابيلاري وبين الالفيولاي اللي فيها ابيثيليوم. الممبرين الكابيلاري دائما الاوتر لايننج له اندوثيليال سيل والالفيولاي اوتر لايننج لها ابيثيليوم بيناتهم في ممبرين. اي دمج في هذا الممبرين حيصير في عندنا انه كلوز اكثر او تقارب ورياكشن بين الالفيولاي وبين الكابيلاري. فهلا هذا الممبرين واضح انه عم بارير بيشتغل كحاجز بيفصل بين الاندوثيليال والابيثيليال. فهلا اي دمج في الاندوثيليال او في الابيثيليال وعاده بيكون في بوث اوف ذم يعني اللانج تعرضت مثلا لبكتيريا او لكدمه او مثلا شخص صار عنده حادث او تيومر في اللانج فصار في دمج بالسيلز حيكون ممكن بس ياثر على الاندوثيليال او بس على الابيثيليوم ولكن موست كومن انه ياثر على تو بارس ابيثيليوم واندوثيليوم. هلا نتيجة انه يصير في عنا دمج بالالفيولار والكابيلر ممبرين شو اللي حيصير في عنا الكابيلاري دايما الكابيلاري فيه انه بورز.
هاي البروز بتسمح انه يكون فيها تبادل بين الغازات، الغاز اكستشينج والفلويد بين الكابيلري وبين الالفيولاي. فمجرد ما صار في عندنا دمج، البيرمابيليتي اوف ذا فيسلز راح تزيد. لما تزيد البيرمابيليتي حينتقل الفلويد من الفيسلز او من الكابيلري انتو الالفيولاي. شو حيصير في عندنا؟ فلودنج او ايديما ان ذا الفيولاي، عم تجمع الفلويد في الالفيولاي. طيب بما انه الالفيولاي صار فيها فلويد، هل بتقدر تاخذ كميه كبيره من الاكسجين؟ كميه الاكسجين عم ناخذها في الانسبيريشن حتكون اقل، وبالتالي فرصه انه يصير في عندنا ديفيوجن لهذا الاكسجين من الالفيولاي الى الفيسلز حتكون اقل. نفس الشيء الالفيولاي لما صار في الابيثيليوم ينبقى اللي هو اوتر لايننج ابيثيليوم، صار فيها دمج، وبالتالي الفلويد انتر ذا الفيولاي. الفلويد لما يعمل انتر، لما يكون موجود بداخل الالفيولاي، حيمنع الفانكشن او يعمل دمج للسيرفكتانت. احنا قلنا انه الالفيولاي فيها سيرفكتانت، وظيفه السيرفكتانت انه يمنع الربط كولابسنج اوف ذا الفيولاي. مشان هلا الالفيولاي لما ناخذ اكسجين، هذا الاكسجين والاير حيكون موجود انه يحتبس وين؟ بالالفيولاي. الالفيولاي لازم تعمل كولابسنج حتى ترجع تعمل اكسبيريشن للسي او 2. هلا حتى ما يكون في عندنا اي كولابسنج بسرعه، او ما يكون الكولابس كتير ضيق، وبالتالي يكون كميه الاير ممكن تحتويها الالفيولاي كتير قليله، سبحان الله في عندنا بداخل كل الالفيولاي سيرفكتنت، بيمنع الكولابسنج السريع، وبالتالي بيضل في عندنا كميه من الاير كميه اير اكبر، وبالتالي بيصير فرصه التنفس تكون بيتر. نتيجة وجود الدمج حيصير في عنا كمية فلويد بداخل الألفيولاي كبيرة، وبالتالي حيصير في عنا سيرفكتانت أبنورمال. هلأ هذه الأبنورمال أوف ذا سيرفكتانت ليه؟ لأنه في عنا دمج للنيوموسايت تايب 2، لأنه في عنا دمج للإبيثيليوم سيل. هون واضح إنه هاي في عنا الكابيلري وهاي الألفيولاي، واضح إنه هلأ في عنا هون التايب 1 سيلز، وفي عنا ماكروفيج بداخلها، وهون تايب 2. لما صار في عنا دمج للتايب 2 راح يصير فيكتنت، نتيجة انه لما يكون في عنا راح يصير فيكتنت حيصير في عنا كولابسنج، اند اولسو في عنا الإديما فلويد عم ينتقل من الكابيلاريز تو انتر ذا الفيلاي. هون في عنا هاي لاين ميمبرين، واضح انه في عنا هون فراغات وفي اجزاء تانية فيها كولابسنج. هلا هاي الفراغات مش اير سبيس هون صارت في الالفيلاي، لا هون صارت فيها فلويد. هلا لانه صار في عندنا دمج بالالفيولاي، وحيقولنا من شفنا بالرسمه ان الالفيولاي فيها ماكروفيج. هلا الماكروفيج نتيجه الدمج لازم تعمل رياكشنز معينه حتى تمنع تعمل انفلاميشن وتشتغل از بروتكشن، يعني تمنع الدمج بزياده. فهلا انه اللونج انجري ان acute respiratory distress syndrome سببها عندنا imbalance between pro inflammatory and anti inflammatory mediators. هل احنا بالجسم في عندنا شغلتين، انه reaction بيزيد بالinflammation عن طريق mediators pro anti inflammatory، وفي عندنا اشياء بتعمل protect against inflammation هي anti inflammatory mediators. هلا في acute respiratory دايسر سيندروم حيكون عندنا انبالانس، بحيث انه حيصير في عندنا انفلاميشن، دائما اللي كميته بتزيد هو اللي بيغلب. هلا لانه صار في عندنا دمج اكيد حيزيد في عندنا البرو انفلاماتوري ميدييتورز من الماكروفاج، ويصير في عندنا انفلاميشن. هلا افتر اكيوت انسلت، بعد ما صار في عندنا مشكله طبعا اكيوت، خلال 30 دقيقه حيصير في عندنا انكريز سينثيسيس اوف انترلوكين 8. مين المسؤول عن انترلوكين 8؟ ماكروفاج. هلا الماكروفاج عمل سينثيسيس للانترلوكين 8، ميزه الانترلوكين 8 بيشتغل از كيموتاكسس، بيعمل كيموتاكسس يعني بيجذب النيوتروفيل للمكان اللي فيه انجر او المكان فيه دمج، وبالتالي الماكروفاج اعطتنا انترلوكين 8 عمل كيموتاكسس وجذب النيوتروفيلز. هلا الماكروفاج بعد ما عملت او اعطتنا اول شيء انترلوكين 8 وجابت النيوتروفيلز، هلا حتعمل ريليزنج لكمان انترلوكين 1 انترلوكين 8 and tumor necrosis factor من الماكروفاج واي، حتى تعمل اكتيفيشن للاندوثيليال سيل اللي صار لها دمج في البدايه. هلا بعد من خلالها قلنا هذا انترلوكين 8 انترلوكين 1 tumor necrosis factor من الماكروفاج بتعمل اكتيفيشن للاندوثيليال سيل. اما بالنسبه للقلنا الانترلوكين 8 ذاتا اهم شيء حيعمل اكتيفيشن للنيوتروفيل انت كيموتاكسس، حيجمع النيوتروفيلز في المكان اللي فيه انفلاميشن. لما يزيد النمبر في النيوتروفيل، وين حيزيد النيوتروفيل؟ حتزيد في الكابيلاريز والالفيولاي والانترستيشال سبيس اللي بيناتهم، حتزيد في الاماكن الثلاثه. اذا الماكروفاج شفنا في انفلاميشن او صار في دمج، فوظيفه انه لازم يكون في عندنا انفلاميشن،
فاجت الماكروفيج كانت ذا موست امبورتنت. اول شيء اعطت انترلوكين 8 و1 وتيومن اكس فاكتور لتعطي اكتيفيشن للاندوثيليال سيل. 8 له تو فانكشن على الاندوثيليال سيل وبيشتغل على النيوتروفيلز اكتيفيشن، حتزيد الاندوثيليا النيوتروفيلز في ثلاث اماكن في الكابيلر والالفيلاي وبيناتهم انترستيشال سبيس. هلا النيوتروفيلز لانها اكتف حتعمل ريليزنج للار او اس اللي هي عباره عن رياكتيف اوكسجين سبيشس اللي تعتبر فري راديكال، ليكوترينز بروتيز وبلاتلت اكتيفيتنج فاكتور باف. هلا هاي جميعها اللي مصدرها النيوتروفيلز حتعمل دمج للاندوثيليال سيل والابيثيليوم. لما صار في عندنا دمج للاندوثيليال سيل والابيثيليوم حيصير في عندنا حيتاثر الفيسلز باعتبار انه الاوتر لاير من الفيسلز هو اندوثيليال سيل صار له دمج. اذا هلا انه نفاذيه الكبل اللي حتصير اعلى وبالتالي حيزيد عندنا الفاسكولار ليكنس، نفاذية السوائل والمواد من الفيسلز لبرا حصير أعلى وبالتالي الفيسلز صارت مور بيرمبل وبيطلع الفلويد من الفيسلز into the alveoli. also بالنسبة لما يصير في عندنا دمج للإبيثيليوم، الإبيثيليوم تو هي المسؤولة عن السيرفكتنت اللي بتمنع الكولابسينج of the alveoli وبالتالي حيصير في عندنا إنه الالفيولاي بتعمل كولابسينج بسرعة بسبب إنه losing of the cervi losing of the surfactant و unable to expand. طيب هلا هاي انه النيوتروفيلز شو كانت مصدرها؟ تعمل inflammation، عم تعمل دمج. اذا كانت تعمل destruction، شو نوع الفوسفور عندها؟ destructive، عم تعمل دمج. فهلا في عندنا اشي بالجسم بيعمل protection against this inflammation اللي هي عبارة عن anti-inflammatory cytokine as interleukin 10 antioxidant و antiprotease. اذا هلا عندنا antiprotease antioxidant وال anti-inflammatory cytokine as interleukin 10 جميعها بتشتغل against the neutrophil بتعمل protection. فهلا لازم يكون في balance في الحال النورمال، ولكن لما يصير injury مين اللي بيحدد هل حيصير في عندنا inflammation or not to cause inflammation؟ اللي نسبته اعلى. فهلا في احنا عندنا two phase، احنا acute و chronic phase of the acute phase of the respiratory disaster syndrome. اول شيء هلا بنلاحظ انه اللنجز عم تتجمع فيها السوائل، حصير اللنجز دارك معتمة، مش الحالة النورمال انه الاقي فيها ايرسيس، لا هلا صارت full with fluid red، لونها احمر يعني dark red فيرم، فيها الصلابة. ليه فيها الصلابة؟ لأنه فيها ما فيها اير، يعني هي ايرلس وصار فيها فلود وبالتالي very heavy. الكابيلرز الموجودة فيها صارت إنه حركة الدم فيها abnormal وبالتالي صار في عنا congestion، كمية الأكسجين فيها قليلة وبالتالي عم بتجمع البلد بهذا الكابيلري as congestion يعني deoxygenated blood. قلنا لأنه الالفيولاي فيها ماكروفيج والماكروفيج بتعطي interleukin 8 بتعمل activation للنيوتروفيل، فشور لي حيصير في عنا collection للنيوتروفيلز. وين بنلاقيها؟ في ثلاث أماكن، في الكابيلاريز والألفيولاي والإنترستيشل، ولكن في حالة الأكيوت موست كومن وين نلاقيها؟ في الكابيلاريز. نتيجة إنه صار في عنا في الكابيلاري congestions يعني في عنا كمية كبيرة من البلد عم بتحرك في الكابيلاريز، شور لي إنه يصير في عنا هيموريج، في ضغط على الكابيلاريز وبالتالي حيصير في عنا هيموريج. طيب هلا الألفيولاي لما صار فيها إيديما انه الفلويد عم بيطلع من الفيسلس عم بيتجمع بالالفيولاي ليصير في عندنا انتر الفيولار ايديما، وعم بيتجمع في الفيسلس بيناتهم ليصير في عندنا انترستيشال ايديما. طب الابيثيليال سيل صار فيها ديث، شو نوع الديث؟ حيكون نيكروسيس. موست امبورتنت انه حيصير في عندنا هاي لاين ميمبرين. اذا هلا اي دمج حيصير في عندنا الالفيولار داكت لانه صار فيها فلويد صار فيها ديستنشن عم بيكبر حجمها نتيجه الفلويد وما بتقدر تعمل كولابسنج will be in lined with high line membrane. هلا هذا ال high line membrane والالفيولاي اللي فيها اصلا ايديما فلويد بيمتاز انه فيه فيبرين هيختلط مع النيكروتيك سيل. هلا هاي المبدا نفس مبدا الريسبيراتوري دايستر سيندروم. هلا هون بنقول انه كيف عندنا ادلت ريسبيراتوري دايستر سيندروم وفي عندنا انه السبيس هذا او الفلويد عم is covered with lined membrane high line membrane. هون هذا في البداية في الأكيوت. هلا بعدين حيصير في عنا هيلينج، المسؤول عن الهيلينج إنه نعمل organization and regeneration للدمج سيل. هلا لأنه صار في عنا هيلينج ستيج واضح إنه حيصير في عنا very light إنه very thick membranes وحيكون في عنا كولاجين وفايبروبلاست and pneumocytes. فهلا قلنا لانه هي تو فيز عندنا الاي او تو ستيجز، الاولى كانت اكيوت والثانيه عباره عن هيلينج اور بروليفريتيف. اذا البيشنت انه كان انه
صار له سيرفايفنج يعني انه عاش وكمل حياته في حاله الاكيوت ستيج، حيبلش بعديها يكون في عندنا بروليفيريتيف او ريجينيريشن فيز. هلا حتى نعمل ريجينيريشن مين المسؤول عنه؟ التايب 2 سيل، لانه قلنا انه اللي بيصير السيل نوعين، عندنا تايب 1 اللي بتعمل لايننج فروم اوت سايد، وتايب 2 اللي هي بتشتغل اسر. فكره انتم مسؤولين عن الريبير، فلانه صار في عندنا بروبلم احنا بنحتاج ريبير عن طريق تايب 2. هلا ريسول ماشين از انيوجوال مور كومون. هلا احنا عندنا الفيبرين الموجوده بالبلاد فيسلز نتيجه البيرميبيليتي العاليه عم تطلع وتعمل اكزوديت، لما راح توصل للالف راح تعمل فيها فايبروسيس. هلا دائما الفايبروسيس مسؤول عنه الفايبروبلاست، حيصير في عندنا ثيكنينج اوف ذا الفيولر سيبتا. الالفيولاي في لها وول وسبيس، حيصير في عندنا فيري ثيك، اولسو حيكون في عندنا ديفيجن اوف كولاجين. اذا ليه ثيك؟ لانه في عندنا بروليفيريشن اوف ذا انترستيشال سيل، بروليفيريشن كمان للفايبروبلاست اند كولاجين. اذا الفيبرين انه عمل اكزوديت عم بيخرج من الفيسلز ليوصل الالفيولاي والانترستيشال، عم بيعمل ديبوزيشن للكولاجين مشان يكون في عندنا السبت الجاي بالالفيولاي فيري ثيك. هلا بالنسبه للريستريكتيف لانج ديزيز قلنا هلا في عندنا اكيوت وعندنا كرونيك. اذا كان هلا بياثر على اللانج انه على الاداء على الاكيوت ريسبيرتوري دايسيس سندروم فهو يعتبر اكيوت. الانواع الثانيه اللي بتاثر على اللانج بشكل لفتره اطول هتكون كرونيك ريستريكتيف، في منها انترستيشال وانفيلتريتيف. هلا ميزه هاي الديزيز انه حتكون ديفيوز لانها كرونيك، حتكون ديفيوز and the chronic involvement of the delicate interstitial pulmonary connective tissue of the alveolar walls. يعني هلا هي حتكون ديفيوز يعني ما حتكون في جهه محدده من اللانج، لا حتكون منتشره، حتعمل انفولفمنت للانترستيشال بالمونري كونكتيف تيشو. هلا الكونكتيف تيشو موجود في البالمونري حيتوزع ويصير له موجود على الالفيولار وولز، وبالتالي حيصير في عندنا ثيك وولز. هلا بنقدر، هل في لها كوز معينه او باثوجينيس؟ موست اوف ذم انون كوز، يعني ما في سبب محدد نحكي انه هذا السبب هو المسؤول عن ذس ديزيز، نو. هلا بالنسبه للكلينيك بنعتمد على الكلينيكال سيمتومز والساينز والاكس راي والباثوفيسيولوجيكال تشينج حتى نقدر نحدد اي ديزيز او شو سببه. هلا في حاله النورمال لانجز في بعض الاصباء، اذا هون في عندنا ديزيز ادى انه يكون في عندنا ريستريكتيف، لانه ممكن يكون في عندنا نورمال لانجز ولكن الشخص بيعاني من الريستريكتيف سواء بالتنفس انه كميه الاير اللي عم بياخذها قليله رغم انه اللانج اللي عنده نورمال، يعني ما عندها مشكله بالاكسباندنج. هلا واحده من الاشياء اللي ممكن تاثر على النورمال لانجز هي الاوبيسيتي والديزيز اوف ذا بلورا، از عندنا جولين بار سيندروم افكتنج ذا ريسبيراتوري ماسل، عندنا مشكله بالماسلز ريس الماسلز ديورينج انسبيريشن، انه ريسبيراتوري سيستم ديورينج انسبيريشن لازم في عنده ريسبيراتوري ماسل لازم انه يصير في عندنا كونتراكشن هاي المسح يصير في عندنا اكسباندنج اوف ذا لانج. المشكله هون بقول لك انه اللانج بتقدر تعمل اكسباندنج ولكن المشكله كانت بالريسبيراتوري ماسل مش عم تعمل كونتراكشن. هلا ذيس ديسكشن كونسيدرت انت بارينكايمال كوزد اونلي. هلا بدنا نشوف لما نقول diffuse إذا هو عم بينتشر in the interstitial، الأهم شيء في diffuse interstitial lung عم بيكون عندنا lung stiffness. لما نقول lung stiffness يعني فيها صلابة. هلا لأنه lung صلبة معناها إنه يصير فيها expanding this is كتير صعب وبنسبة أقل، إذا حيصير في عندنا reduce complex. لما نقول complex معناها the ability of lung to expand distensibility انه توسع اللنج مش تاخذ كميه كبيره من الاير، فلانه هي كانت في حاله ستيفنس سلبه فاذا الكومبلنس عم بقل، وبالتالي احنا عم نحتاج بريشر اعلى حتى يعمل انه كولابسنج لللنج، او انه يعمل لا بنحتاج بريشر اعلى حتى يصير في عندنا اوبن لللنج واكسباندنج وبالتالي تاخذ في كميه الاير اللي بدنا اياها، وبالتالي كميه الاكسجين السي او 2 او الاكسبيريشن بيحتاج اولسو هاير اير ايفورت، بيحتاج جهد من شخص حتى يقدر يطلع ثاني اكسيد الكربون عنده. هلا لانه في عندنا مشكله بالالفيولاي معناها الغاز اكسشنج عم بيقل وبالتالي حصير في عندنا هايبوكسيا. وذ بروجريشن لانه في عندنا مشكله بالرئه حيصير في عندنا هايبر تنشن كوربلمونيل وريسبيراتوري فيلر.
إذا هلا لأنه صار في عنا هايبرتنشن حينتج منها حالة اسمها كور بالمونيل. هلا الكور بالمونيل هلا هي عبارة عن إنه لما يرتفع ضغط الدم حيصير في عنا مقاومة أعلى بالأوعية الدموية، ريزيستنس عالي، وبالتالي الهارت حتى يقدر يعطي إنه يعني يعطي إفورت عالي أو قوة للدم حتى يتحرك بيعمل عنده هايبر تروفي، هايبر بليجا، بتتضخم الخلايا فيه، وبالتالي نقدر نقول إنه البطين الأيمن حيتضخم مشان يقدر يعطي قوة عالية للدم ويتحرك. فهلا احنا لازم ناخذ من البيشنت هيستوري during examination. also في عنا الفايبروبلاست لما يصير لها proliferation in the interstitial رح يصير في عنا fibrosis. هلا هاي الفايبروسيس ممكن يكون شكل هوني كومبينج زي خلية النحل، ممكن ما تكون بتشبهه، بغض النظر عن الكيس وجود الفايبروسيس is the end stage of most chronic restrictive lung disease بغض النظر عن الإتيولوجي. إذا بغض النظر عن السبب اللي يعمل الفايبروسيس، اللي إنه الفايبروسيس تعتبر the end stage of most disease chronic restrictive disease. هل عندنا بايوبسي ماتيريال may show granulomas or تيتل foreign material to narrow if not pinpoint the diagnosis. هلا لما ناخذ خزعه من اللانج او مثلا من المكان اللي صار فيه دمج باللانج او من الجرانيولوما او خزعه من الفورين بادي الموجود في اللانج وعمل هذا الديسيز، اتليست احنا في عندنا اكثر من ديسيز ممكن يصيب اللانج مثلا بهذه الحاله. لما ناخذ خزعه هي بتحدد ان اي ديسيز بالضبط، ممكن تحدده بدقه انه بين بوينت، وممكن تقلل من الديسيز اللي احنا كنا حاطينه. مثلا كنا مشكلين باربع ديسيز عند البيشن، لما خدنا خزعه ممكن تحدد الديسيز الفلاني عنده بشكل دايركت، وممكن تحكي لا انه استبعد تو ديسيز اعمل اكسكلوجن وبالتالي بضل ديسيز اذا بتعمل ناروينج فور ذا دياجنوسيس. هلا بالنسبه للكرونيك انترستيشنال ديسيز عندنا نوعين، نوع بيكون فيه فايبروسيس ونوع بده يكون فيه جرانيولوماتوس. هناخد هلا كل واحد فيهم ان شاء الله بالتفصيل. هل the earliest common manifestation of most of the interstitial disease is alveolitis. اذا اول شيء لما نقول في عنا interstitial disease حيصير احنا قلنا اخر stage انه يكون في عنا fibrosis. طب what is the first stage؟ يكون في عنا alveolitis، يعني عنا inflammation of the alveoli. طب لما يكون في عنا inflammation of the alveoli يعني الinflammatory cell والchemical mediators فيها حتتجمع بالalveoli. وين بالalveoli؟ بالspace والwall. هلا اذا كانت الانجري بسيطه حيصير في عنا ريزوليوشن وتنحل المشكله، ولكن اذا كان في عنا بيرسيستنس اوف ذا انجريس ايجنت، الايجنت اللي عم بيعمل انجري كان عم موجود لفتره طويله، هلا هذا حيصير في عنا سيلولر انتر اكشن انفولفز، حيصير في عنا فايبروسيس. مين المسؤول هلا عن الفايبروس؟ بنحتاج ثلاث اشياء، عندنا ليمفوسايت، ماكروفاج ونيوتروفيلز رح تيجي وتعالج هذا الانجري، ولكن most important إنه يكون في عنا fibroblast لأنه هي المسؤولة إنه تعمل interstitial fibrosis. إذا مين ال key event in the macro in the pulmonary act macrophage؟ هل ال key event in interstitial fibrosis هي الماكروفاج، إنه الماكروفاج بتعطي السيتوكاين اللي بتقدر تعمل فيها activation for other cells. هل الرسمة هاي حيكون توضيحها إن شاء الله بالسلايدات اللي بعدها. هل أول شيء الماكرو نتيجة ما يصير في عنا injury حيصير في عنا اكتيف الماكروفاج في الحاله الاكتيف، لانه الماكروفاج في الحاله الاكتيف حتعطينا سيتوكاين از انترلوكين 8 وليكوترين بي 4 وانترلوكين 8 مع بعض حتعمل اكتيفيشن للنيوتروفيلز. النيوتروفيلز لما تكون اكتيف حتعمل ريكروتمنت، تجمع في المكان فيه انفلاميشن، وبالتالي النيوتروفيل صارت اكتيف بسبب الماكروفاج، اجتمعت الماكروفاج والنيوتروفيل في المكان فيه انفلاميشن حتعمل ريليز للانزيم، اي انزيم؟ البروتيز والاوكسيدانت. البروتيز والاوكسيدانت انزيم حتعمل دمج وديجريدنج للكونكتيف تيشو والابيثيليال سيل. واضح انه هاي عم بتزيد الوضع سوء، اللي هي النيوتروفيلز والماكروفاج. هلا الماكروفاج الموجوده بالالفيولا، هلا هاي كله الهدف منه بالاخير نوصل ايش؟ انه يصير في عنا فايبروسيس، مش عم نعمل ريجينيريشن ذا سيم تايب اوف ذا سيل. قلنا اذا كان اشي بسيط عم نعمل ريجينيريشن، عم تتحول الخلايا لنفس نوعها الاصلي بمجرد انه يكون في عنا ديفيجن، ولكن لانه كانت فتره الانفلاميشن او الانجري فترتها طويله وبالتالي اب نورمال تو هاف ذا سيم تايب سيلز صار في عنا انه فايبروسيس. هلا لانه المسؤول عن فايبروسيس موست امبورتنت هي الماكروفاج، الماكروفاج حتعطينا فايبروجينيك جروث فاكتورز اللي هي اف جروث فاكتور وتي جروث فاكتور وبي دي جروث فاكتور.
هلا المهم انه هاي عباره عن جروث فاكتور. موست امبورتنت بالجروث فاكتور شو وظيفتها؟ حتجذب تعمل كيموتاكسس واتراكشن للفايبروبلاست. الفايبروبلاست لما تيجي في مكان فيه انجل وتلاحظ انه في عندها كميه كبيره من الجروث فاكتور ستارت ريبليكيشن. لما تعمل ريبليكيشن ببلش الريبير. اذا هلا احنا في البدايه الماكروفيج عملت دمج لمين؟ للالفيولر ابيثيليال 1 تايب 1. هلا لما صار في عندنا دمج في تايب 1 عملنا اكتيفيشن لتايب 2، لانه دائما تايب 2 لازم اي مكان فيه انجري باللانكس لازم يكون في عندنا تايب 2، لانه التايب 2 هي المسؤوله عن الريبير. فهلا التايب 2 اول شيء حتعمل شغلتين، هلا انه اتراكت اديشنال ماكروفيج، انه احنا قلنا المسؤول عن الفايبروبلاست اند اس بروليفريشن هي الماكروفيج. طب يمكن كميه الماكروفيج اللي كانت في المكان فيه انجري از نوت انف، فالمسؤول انه يعمل كيموتاكسس او اتراكشن اكتر ماكروفيج في المكان فيه انجري هي النيوموسايت. اذا النيوموسايت تايب 2 اللي هي ابيثيليال سيل تايب 2 وظيفتها تشتغل از كيموتاكسس، تعمل كيموتاكسس لا اذر ماكروفيج، وبالتالي بتيجي الماكروفيج وبتعطينا جروث فاكتور مختلفه حتى تعمل فايبروسيس. فهلا لما نعمل انهيبيشن للجروث فاكتور اللي بتعمل فايبروسيس احنا هيك ممكن نعمل انهيبيشن فور ذا فايبروسيس. هلا بالنسبه لاول نوع من الديزيز اللي بتعمل فايبروسيس هي الايديوباثيك بالمونري فايبروسيس، هي IPF idiopathic pulmonary fibrosis. ميزة هذا الديسيز انه شو اسمه cryptogenic fibrosing alveolitis، واضح انه alveolitis is in the first air the first stage is alveolitis inflammation بالalveoli هو cryptogenic. هل cryptogenic ال IPF هيأثر على اللنجز او الالفيولاي وبيعمل انه يعني هو المسؤول عن البلمونر ديس اوردر. هلا الديسيز هذا هل له سبب ما له سبب او انه السبب unknown مش معروف، ولكن الاكيد انه عم بيعمل فايبروسيس. وين الفايبروسيس؟ حيكون ديو انه ديفيوز وانترستيشال، في كل الانترستيشال مش في مكان محدد في ذا لانج. لما راحت السيلز الاصليه الالفيولاي الاصليه اللي كانت مسؤوله انها تعمل انه غاز اكستشينج وريسبيريشن صار لها دمج ناتج منها فايبروسيس الياف، والالياف ان ايبل تو دو ذا فانكشن اوف غاز اكستشينج، حيصير في عندنا كميه الاكسجين اقل. اذا شو اللي حيصير في عندنا؟ هايبوكسيميا والساينوسيس. إذن هلا بالنسبة للإيجنت اللي بيعمل المسؤول عن الألفيولايتس في الـ idiopathic pulmonary fibrosis is unknown، ولكن most common إنه الميلز affected أكتر من الفيميلز، يعني هذا السبب بنلاقيه نسبة انتشار بالميلز أكتر وخاصة في عمر الستين وما فوق. هلا هذا الديسيز هو نفسه يعتبر usual interstitial pneumonia، usual interstitial pneumonia. هلا بيجي اقول لك انه ممكن نلاقي نفس الاعراض نفس السيمتومز يعني نفس الفايندينجز والنتائج نلاقيها في اكثر من ديسيز، ولكن ممكن نلاقي مثلا هاي انه الاعراض والنتائج مع شخص عنده اسبستوسيس. وشورلي اذا لقينا انه هذا الديسيز واضح سببه ومبين العوامل التي ادت الى الاصابه بهذا المرض، فشورلي هو مش اي بي اف، لانه الاي بي اف ما بيقدر الدكاتره يحددوا شو سبب هذا الديسيز. اذا الاسبستوسيس والاي بي اف لهم نفس الاعراض من خلال الفيزيكال اكزامينيشن، لا ان بالاي بي اف ما لازم نلاقي سبب محدد ادى لهذا المرض، ولكن في الاسبستوسيس لازم نلاقي ما البار الاسبستوسيس ما بارتيكل اور كريستال ريستريكتيف. طيب هلا ان جروسلي كيف نقدر نلاحظ؟ بيقول لك انه البلورال سيرفيس اوف ذا لانج هاف ذا ابييرنس اوف كوبر ستونز. واي؟ حيكون الكفر الخارجي البلورا من اللانج مش نورمال، عبارة عن فايبروسيس يعني الياف متوزعة في اللنج، فجزء فيه تليف بكمية اكبر من جزء وجزء ما فيه تليف، وبالتالي عم بيكون شكلها انه منطقة بترتفع منطقة بتنخفض كأنه حجار مرمية على سطح معين، فبيكون شكلها كابل ستون بسبب السكارز الموجودة in the intralobular septum. هلأ بنلاحظ اذا شو حيكون شكلها؟ فيرم، فحنلاقي اللنج في حال فيرم فيها صلابة، إلا إنه ممكن تكون ربري فيها شوية مطاطية ولونها white area of the fibrosis. إذا اللنج بشكل عام حتكون فيرم فيها صلابة، ولكن منطقة الأريز اللي فيها fibrosis حتكون ربري مطاطية مطاطية. هلا بالنسبة ل ال IPF وين بنلاقيه؟ in the lower lobes، in the lower lobes أو في الأماكن السب بلورة اللي هي بتكون تحت البلورة عنه يعني بنحو اللنج أو الانترا لوبيولار سيبتا. انترا لوبيولار سيبتا.
هلا موست امبورتنت انه حيكون في عندنا انترستيشن نيومونيا. هلا اليوجوال انترستيشن نيومونيا المنطقه اللي ما حنلاقي فيها بس جهه محدده منها فيها فايبروس، لا حيكون في حاله ديفيوجن على شكل باش نقط فيها فايبروسز. هلا ذا ايرلي ستيجن كونتين اكسوبيرنت فايبروبلاستيك بروليفريشن اللي هي بتعمل فايبروبلاستيك فساي. اذا هلا بالنسبه ل انه الايرلي ستيجن انه يكون في عندنا فايبروبلاستيك بروليفريشن، اكيد حيكون في عندنا فايبروبلاست بروليفريشن حتى تقدر تنتج السكار. طبعا بالنسبه للسكار في البدايه بتبلش از سيلز هي من الفايبروبلاست، ولكن وذ تايم بتتحول لكولاجين حتى تصير مالها فيها صلابه اعلى. هلا هون واضح انه هذا this is abnormal cover of the lung، شكله جاي كبرستون عبارة عن هون كل منطقة عاملة فايبرز كتل صغيرة متبع انه في ايش قريب وايش بيبعد عن بعضه حسب حجم هاي كبرستون. عادة وين بنلاقيها؟ in the lower lobes اكتر من ال upper lobes. هلا كل انه فايبرز حتتحول الى سكار. هلا المناطق قديه بيكون السايز تقريبا هو 1 سنتيمتر، ولكن هاي الفايبرز ممكن تعمل كولابس with each other بصير cystic structure. واضح انه هون طبعا بتشبه الليفر، هو بني الليفر. هلا هون في عنا consolidation and fibrosis. الفايبروسز وين كان؟ في الرايت لانج، طبعا في بالنسبة للرايت اللي هي 3 بارت حيكون in the upper part also عند the upper part of the lower lobes، يعني جاي انه in 2 بارت في الرايت وفي الليفت. طبعا هلا بالنسبه للسيس او انه المكان صار فيه فابلوسيت عباره عن سيس، وهون مو جاي وحده، لا جايين مالتيبل وصغار وموزعين في اكثر من مكان، ولكن مين اللي ان ذا لاور لوز. هلا هون في عندنا كرونيك انفلاميشن، واضح انه هي لانه عددها كبير عم تعمل انه اوبليتريشن، عم تطغى او عم تخفي الملامح الاصليه فور ذيس لانج. اولسو كومبنساتوري دايليشن. هلا انه هذا المكان فيه واضح حجمه صغير، ولكن في عندنا برونكاي او برونكيول صاير فيها دايليتيشن، توسعت حتى تقدر تعوض كمية النقص بالأكسجين أو الدمج في الـ other cells. إذن لأنه في cells صار فيها دمج وتحولت لفايبرز ما بتقدر تعمل غاز exchange and respiration، فبالتالي other cells اللي ضايلة لازم تعمل dilatation تكبر حتى تقدر تقوم بالfunction اللي لازم تعملها. هون نفس الشيء عنا، واضح كيف في عنا fibrosis. الفايبروسيس جاي وين؟ إن ذا سب بلورة. هلا هون عنا اللانج حيكون هاللانج، هون البلورة. سب بلورة يعني المنطقة اللي تحت البلورة، واضح إنه صار في عنا thickening of its wall. هون نفس الشيء انه في عنا parallel to the surface fibroblastic focus. هلا الفايبروبلاست عم تكاثر وهون عاملة thickening also of this wall. هلا the dense fibrosis collapse of the alveolar wall and formation of cystic space lined by hyperplastic type 2 of pneumocyte او type 2 من البرونكال epithelium. هلا الفايبروسيس، هلا احنا في عنا الفايب انه السيلز هاي صار فيها دمج وبالتالي احنا في عنا الفايبروسيس. هلا هاي الفايبروسيس راح يصير فيها انه كولابسنج، تنكمش على بعض لانه صار في عنا دمج للسيرفكتنت. نتيجة الدمج بالسيرفكتنت وبالتالي بتقدر تنكمش على بعض وبيصغر حجم كل الفيلاي عند الحجم النورمال، عم بيظهر بيناتها سبيس. لما يظهر السبيس هذا السبيس حينتج منه شكل اسمه الهوني كوم فايبروسيس. شو شكله؟ زي خلية النحل عم بينتج عنا سبيس. ما هلا كل سبيس مين حيكون حواليه؟ في عنده لاين او كفر السيلز اللي بدها تعوض اللي بدها تعمل ريبير اللي هي الهايبر بلاستيك 2. هلا هايبر بلاستيك تايب 2 هي المسؤولة عن الريبير. اذا في عندنا سيلز صار فيها الدمج، الالفيولاي سيلز صار فيها دمج وبالتالي كولابس، صار في سبيس. هذا السبيس لازم تيجي سيلز ثانية تعوض عن المشكلة، فكانت تايب 2 نيوموسايت سيل. نفس الشيء الانترستيشل انفلاميشن ما حيكون نورمال، حيكون عبارة عن باتشي، يعني عبارة عن نقط او انه موزع ان ذا لانجز عادة بيكون باللور لوبس. هلا هاي الباتشي بتتكون من الليمفوسايت، بلازما سيل، ماست سيل، وايزونفيل. اذا عندنا الليمفوسايت، ماست سيل، ايزونفيل، وبلازما سيل، قلنا طبعا اكيد حيصير في عندنا هايبرتنشن. الحالة الاولى كانت ايديوباثيك. هل في عنا نون سبيسيفيك انترستيشل؟ النون سبيسيفيك انترستيشل از اني لانج از اني ديسيز من لانج ديسيز بصير فيه فايبروسيس، ولكن هل معروف السبب؟ نو. في عنا انون اوتيولوجي، ولكن حتى لو اخذنا بايبسز او اخذنا خزعه ما بتقدر، ما بنستفيد منها، ما بتعطينا اسم انه ديسيز معينه نقدر نستفيد منها. الحاله الثالثه هي كريبتوجينيك اورجانيزنج نيومونيا اسوشيتد وذ كولاجين فاسكولار ديسيز.
هل عندنا هون ديزيز في النيومونيا في اللنجز؟ لانه لها علاقه بالفاسكولار بالكولاجين اللي بالفيسلز، مش اللنج فيها فيسلز وفيها كولاجين. فهل لما يكون في عندنا ديزيز بالكولاجين زي سكليروسيس او ديرماتومايتوسيس او بوليمايوسيتس، ديزيز بالفيسلز يعني الفيسلز صارت اب نورمال لانه فيها مشكله بالكولاجين، حيأثر هذا على اللنج من خلال انه حيصير في عندنا بور ابروجنيسيس. هلا نفس الشيء هاي اللي هي كولاجين فاسكولار ديسيز، بيقول لك انه فيري ديفيكالت انه نحدد ديسيز او سبب معين لهذا الديسيز، فكايتيولوجي اولسو ميبي يكون انون ايتيولوجي، ولكن هذا لا يعني انه ابدا فور انه وي دونت هاف اني ايتيولوجي فور ات، لا هو ما في ايتيولوجي واضحه نوت كلير، ولكن نقدر نقول انه هو بيتر ذان الايديوباثيك الاي بي اف. الاي بي اف كان انون ايتيولوجي، هو نون سبيسيفيك ما لهم ايتيولوجي ابدا ما بنقدر نحددها، ولكن هذا فيري ديفيكلت نحددها، ولكن بضل فيه. هل عندنا الكريبتوجينك اورجانايزنج نيومينا؟ واضح انه هون في الحاله نورمال، هون كيف تحولت الاب نورمال انه السيل صار في عندنا ديستركتيف سيلز ونتج عندنا سبيس، هذا السبيس صار كله عباره عن انه فيلد وذ فايبروبلاست. هل عندنا النيوم وكونيوسيس؟ بالفيديو الجاي ان شاء الله.